طب ماشي معلش انا مش هو انتوا لحقتوا تحلوا الاثنين؟ لا لسه يا عم سويت ما حلناش ده لسه. طيب بعد كده طيب اروك لاندنج. طيب كان مين عايز دور؟ يلا يا اسلام اتفضل يور تيرن. لا اروك از لاندنج اون ا بايل اوف ساند افتر فولينج فروم ا جيرلز هاند. Yeah, so the بس rock wall, the rock wall. Yeah, move aboard, move to the right, stop moving. نركز كده يا اسلام. الولد اهو معاه يا روك صخره. Is landing on a pile of sand. يعني زي كومه من الرمال، يعني هنا رمل اهي. توقع ايه؟ ده فين دي؟ The rock is falling from the girl's hand. يعني الصخره دي بتقع من ايد البنت. كومه من الرمال. سو علشان كده ايه اللي يحصل للصخرة يا اسلام؟ move upward, move to the right or stop moving. stop moving. برافو عليك that's right I agree with you. انا متفقة معاك. يعني next همس اتفضلي يا همس. لا اسيل your turn اتفضلي يا اسيل. يا مس انا قصدي يا مس انا قصدي على ال... انا قصدي على الثانية، انا قصدي يا بيتش اي تي تو، اي تي تو ما حلتش الاثنين اللي بعد طيب اللي بعد ما انا حلتها. طب انا خلصت، انا خلصنا يا همس، هرجع لهم تاني. اخلص ده وارجع لهم تاني يا همس. تمام حلي معانا ده وهرجع ده تاني. اتفضلي يا اسيل. Your name is يعني an apple, an apple is falling from a tree through the apple wall. move down road Yeah, down move downward. It's okay, thank you. شكرا ليك. Move downward. اوكي ثانك يو. همس اتفضلي نمبر 3. okay. نمبر 3 A bouncing ball. Yeah, a bouncing ball. This is hitting the ground. It's hitting the ground. So the bouncing ball will stop moving, move to the left, move upward. move up wall, move upward. كويس يا أمس. move upward. يس اتفضلي يا أمس. يعني a bouncing ball is hitting the ground. يعني الكرة دي يا أمس بتعمل ايه؟ يعني بتضرب الأرض كده. يعني مثلا انت جبتي الكرة بالشكل ده و hitting the يعني move hitting the upward ground. عشان لما الكرة هتنزل هتنط. برافو عليك. يبقى move upward. برافو يا أمس that's right. هاي يا ولاد أريضا. أوكي همس إحنا اخترنا، إحنا قلنا آخر اتنين دول. يعني إحنا اخترنا move to the left واخترنا تمام. كمان move to the left. يس يس تانية move to the left. برضو يس طيب ده ليسون 3. طيب كفاية كده، مش هناخد ان شاء الله ليسون 3 المرة الجاية، مش هنكمل ليسون 3. فهنعمل ايه؟ هنحل مع بعض جزء من اللي فات من التو بيجز دول اللي هو الكويز. بيجي كي هنفتح مع بعض بيج 73. 73 او احنا هنخلي 73 هوم وورك وهنحل مع بعض حاليا بيج 74. 3 7 73 هنخليها هوم ورك النهارده يا اولاد ان شاء الله، وهنحل دلوقتي مع بعض 74. بس عايزين نخلصها في 5 دقايق، هنبقى معانا بس 5 minutes. اوكي 74 كانت مور المرة اللي فاتت.
73 كان homework. أمال الإسلام قال لي ليه مش homework؟ لا هما لا هي بيقولوا مور مش مور. 73 طب أيا كان اللي عملها homework يبعتها، لو اللي ما عملهاش يعملها، أيا كان مش مشكلة. تمام هنحل مع بعض دلوقتي يا 74. يلا اتفضلي يا كان مين على الدور؟ اتفضلي يا دارين. Yeah, hospitals now provide space for doctors and nurses. يعني حاليا المستشفيات دلوقتي بتزود ايه للدكاترة والممرضات؟ بتعمل لهم ايه؟ عايز اقول بتعمل لهم تدريب. يبقى تدريب يعني ايه؟ يا هلا تختاري هارت تمام. بيكس اور ترينينج؟ تختاري ايه يا دارين؟ يا هارت بيكس اور ترينينج؟ دارين سامعاني؟ لصفحة كام؟ Yeah, 74, 74. تمام. يا اتفضلي يا دارين. يا hospitals now provide space for doctors and nurses. يعني المستشفيات حاليا بتعطي ايه للدكاترة والممرضات؟ قلنا تدريب. يعني ايه تدريب يا دارين؟ سيرينج training. yes training. training. اتفضلي يا شات. number two, space is used to give shots. ايه اللي احنا بنستخدمها عشان ندي بيه الحقن يا دارين؟ يا ترى ايه يا شهد ولا ايه؟ هارت بيكس اور سيرجن؟ يا سرنج عفوا. يا سرنج. يا سرنج. بيرفكت سرنج. بيرفكت ثانك يو. اتفضلي يا اسلام. ستيثوسكوب از يوزد تو ليسن تو نوت اند لانجز. انا بستخدم الستيثوسكوب ليه يا اسلام؟ عشان اسمع بيه ايه وكمان اللانجز الرئتين. بيكس اور هارت؟ اسلام بيكس بيكس يا راجل انا هسمع بالسماعة الطبيب المنقار ولا القلب الهارت؟ هارت القلب. يس هارت. وفي فرق ما بينهم يعني. يا سلام. يعني المنقار، منقار الشخص يعني. انا هجيب الحيوان واكشف على منقاره بالسماعة صح؟ عادي يعني لو ممكن ممكن ده فيوتشر بقى، ممكن في المستقبل بقى يا اسلام حاجة تانية. مش 2050 ده هيحصل. بالظبط كده. طيب اتفضلي يا همس. هي لا يا اسيل، عندنا اسيل اول. يا birds differ in the shape of their breast according to the book. يعني ايه؟ يعني الطيور بتختلف في شكل ايه عن طبقا للطعام اللي هم بيتناولوه. الطيور بتختلف في اشكال ايه بالنسبة لها؟ هي مش ناقص غير حاجة واحدة بس، أشكال إيه؟ يا البيكس، انت بيكسل يا البيكس المنقار. اتس اوكي تمام. طيب هو للأسف كده خلاص الوقت بتاعنا خلاص خلص، عشان ندخل السيشن التاني هنكمل إن شاء الله الجزء الباقي هوم ورك. فأنا بقيتوا قاعدين بتختبر بالذات، يا ريت تذاكروا أول بأول. الصفحات دي نقراها تاني مع نفسنا ونحل اللي احنا حلناه مرة تانية. أخدنا لسه 1 و 2 نقراهم تاني وذاكرهم مرة تانية. اتفقنا يا ولاد؟ ف It's okay. Thank you for your time. Goodbye.